So I took out my braids because you need to rock a day or two of your natural curls, right? Right after taking your braids out. But I'm going to say this video in Arabic, or at least I'm going to try to say it in Arabic and then I'm going to translate towards the end, okay? So, here it goes. Okay, so انا اليوم عملت مخططات مع بنتين مختلفين، مع مختلفين بأنشطة مختلفة هلا راح تقولولي ليش ما تطلعي انت وصديق وكل الصديقات مع بعض والإجابة على هذا السؤال هو لأنه صديقاتي ما يحبون نفس الحاجات يعني أنا يعني صديقتي الأولى أنا وياها يعني هاي صديقتي يعني my best friend أنا وياها نحب على طول نروح على different coffee shops مع بعض يعني نروح على على مقاهي مختلفه وهي على فكره اللي عرفتني على القهوه اليمنيه هي اللي عرفتني على الشاي اليمني هي اللي عرفتني على على المطاعم اليمنيه ويعني يعني جدا جدا لذيذ يعني اذا بحياتك ما ما جربت القهوه اليمنيه او الشاي اليمني ف يعني يعني لازم لازم تجرب او لازم تجربي أه ولكن صديقتي الاولى هاي نوعا ما صديقتي المحافظه أه ما ما تحب الرقص يعني هي ما تحب يعني ما, ما تحب الرقص ما تحب السهر وعادي جدا يعني مش عيب انه الواحد ما يحب السهر مش عيب انه الواحد ما يحب الرقص يعني ابدا مش مش عيب يعني مش مش ضروري اذا انت اصدقائك بحبون الرقص والسهر مش ضروري تعمل حالك بتحب هاي الشغلات بس مشان ترضي اصدقائك اوكي هلا صديقتي الثانيه هي برضو نوعا ما محافظه شويه نوعا ما محافظه ولكن هي تحب السهر اوقات يعني اوقات يعني نادرا ما تتطلع فلما لما قالت لي يلا نروح نسهر I'm like يس yes بليز <applause> اه ولكن لازم اروح اشوفهم التنتين مع بعضهم. آه ف يعني 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 بصراحة كنت افكر اليوم انه يعني من اجمل الشغلات يعني من اجمل الشغلات او الحاجات اللي بصداقاتي هي انه انا وصديقاتي جدا مختلفين عن بعض ولكن وهم مختلفين عن بعضهم البعض ولكن في احترام متبادل يعني في في احترام رهيب يعني انا يعني انا انا انا, مسلمه وصديقاتي هدول واحده منهم الاولى هي مسيحيه بابتست والثانيه هي مسيحيه كاثوليك ولكن اثنيناتهم يحترمون الحاجات اللي انا احبها او اللي انا بامن فيها وانا بحترم الحاجات اللي هم بيامنوا فيها انا على فكرة رحت على كنيسة لمدة سنتين من عمري او سنتين من حياتي لانه صراحة خذلني المجتمع العربي وانا والناس اللي ساعدتني لما لما الناس اللي ساعدتني كانوا لا هم عرب ولا هم مسلمين فانا كنت افكر لنفسي واقول يعني استغفر الله العظيم هذا الكلام مش زين يعني ولكن تفكير انه اوكي إذا هدول الناس إذا العالم اللي ما رضيت تساعدني كانوا عرب ومسلمين أنا ما بدي أكون لا عربية ولا بدي الإسلام تبعكم. طبعاً. طبعًا هذا الحكي حرام هذا الحكي ما يصح ولكن أنا مش إله وأنا مش ملاك أنا مجرد بشر. بقولكم هاي هي الفكرة اللي خطرت على بالي في ذلك الوقت. ولكن أنا طبعًا كمسلمين إحنا تربينا على التوحيد. إنه لا إله إلا الله. الأخواننا وأخواتنا المسيحيين اه, تربوا على الترينيتي اللي هي إنه في ال... اه, يعني اللي, اللي يأمنون إنه سيدنا عيسى عليه السلام ام... يعني إله و يعني أنتم عارفين الترينيتي شو يعني ترينيتي؟ ترينيتي يعني uh, God the Father the Son يعني في رب الأب وفي سيدنا عيسى اللي هو الابن و the Holy spirit اللي, اللي, هي الروح وللصراحة أنا لأني تربيت على التوحيد ما عقلي ما عرف يستوعب الترينيتي ف... ف تجربتي في الكنيسة كانت كانت شوي غريبة لأن أنا لما كنت أروح على الكنيسة كنت أنتقد كل شيء هلا احنا كمسلمين لما لما نروح على على المسجد في المسجد بيكون واو اوكي ماي اندر اوكي المسجد بيكون على طول في صندوق مخفي بالزاويه اذا حابب تتبرع تبرع ويعني ممنوع حدا يشوف انه شنو يعني شنو تبرعت اوكي الا انت ورب العالمين ولكن في الكنيسه اللي انا رحت عليها انا رحت على كنيسه بابتست أم um, اللي تعرفت بيها على صديقتي الأولانية أم um, بيحطوا زي offering play يعني بيحطوا زي يعني يعني زي الصحن أوكي صحن أو لكل واحد إنه حابب تتبرع حابب تتبرع حابب تتبرع و انا اقترحت اقترحت عليهم يعملوا زي المسجد انه يحطوا صندوق بالزاوية لانه لما تروح للناس بصحن انه يلا حابب تتبرع عم تحرج الناس اللي ما تحب تتبرع آم, فهذا مش يعني انا شفته مش شي زين بس انا ما ما اعرف اذا هاي هي الثقافة، اني اعتقد هاي مجرد ثقافة الامريكان، انا للاسف ما ما حالفني الحظ اني اروح اشوف كيف الكنائس في الدول العربية. امم للأسف ولكن جميل انك تشوف الاختلافات يعني حتى حتى المساجد نوعا ما بها اختلاف يعني بالديزاينز بطريقة تعاملهم لبعض يعني أنا صديقي في العمل من الب... الب... من الب البانيا الب... من البانيا ببلد اسمها ألبانيا يقول لي الكنائس عندهم عفوا المساجد المسجد اللي هو يروح عليه مختلف تماما عن المساجد اللي انا شفتها في يعني المساجد العربيه وبرضو المسجد الباكستاني نوعا ما الانظمه يعني الانظمه نوعا ما مختلفه يعني يعني جميل كيف تشوف انه كيف الناس بي بتروح على ديانات معينه او نفس الديانه بس الثقافات المختلفه بتخلي عندك تجارب مختلفه ويعني إذا حابين تسمعوا في عندي عندي قصص كثيرة عن 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 تجربتي في الكنيسة uh, ولكن الفيديو هذا ما بدي أطول عليكم لأنه أريد أترجمه للعالم اللي ما تحكي عربي so حبايبي أصدقائي أحبكم حبايبي okay so this is the English part and I have like two minutes to sum up all that So basically I made plans, okay? I made plans with two different kinds of people, right? Two different kinds of friends. And my first friend is my coffee bestie. I love my coffee bestie, okay? She's my habibti. She's the girl that if I ever go to jail, she's my girl. She'll bail me out, okay? Um yeah, she'll bail me out. I love my best friend. And now um, my other friend, she she told me she asked me if I wanted to go out dancing. I'm all like, yes, absolutely. And now I made two different kinds of plans with two different kinds of people. And um, you're gonna say, well, why don't you just hang out with them together? It's because both these friends have like different personalities. My best friend doesn't really enjoy dancing, and that's just fine. Like, there's nothing wrong with that. Um, and my other friend, like she. She's not big on partying either, but like she'll go out dancing every now and then. And she knows that I like dancing. So she was all like, Do you want to tag along? And I'm like, Yes. And I was like, Really just reflecting on the beauty of having different friendships. And you guys can be different from one another, but you guys can respect each other. And I was also talking about like how I went to both like a mosque and a church and in different phases of my life on depending on like what my belief system was my friends still respected um what i was going through right they were expect they respected the beliefs that i did have and we don't try to force our beliefs onto each other and i just love my friendships like i'm just so thankful for them so that's what i said and i said that basically there's a difference between Different kinds of churches and mosques, but that's like for a different video. So bye.